على الهواء مباشرة من استوديو طيبة ومن خلال برنامجكم شارع الجنون. روح اسألوا التاريخ الماضي من أنا ابن أخت الفنان الجميل الكبير العالمي حمزة علاء. يمكن احنا النهاردة بنسترجع أكتر من 25 سنة لنجم كان موجود معانا أثناء هو الفنان العظيم أثناء افتتاح المتحف النوبي. الفنان اللي موجود معانا النهاردة ابن أسوان، ابن النوبة، ابن البلد الجميلة دي، اللي الحقيقة مهما قعدنا واتكلمنا معاه هنتكلم عن مشوار جميل جدا من الفن والأداء والعطاء لأغانيه الجميلة اللي بتجسد كل الشخصيات النوبية. هنتكلم عن النيل بيتمشى، هنتكلم عن ماريا، هنتكلم عن خبيز أمي، ريحة خبيز أمي، هنتكلم عن أغاني جميلة جدا من خلال فناننا الجميل كرم مراد اللي مشرفنا النهاردة في استوديو شارع الجنوب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك نجم الجميل. يعني زي ما بقول اسألوا التاريخ من أنا، لا أنا كتير حاجات كتيرة جدا، يعني أنا يعني مشوار فني طويل. فنان كرم مراد، لو بدأنا تاريخك الفني نبدأ منين؟ أنا بقول من افتتاح المتحف النوبي ولا قبلها كمان بشوية؟ كنا في التسعينات وكنا وقتها أول ظهور للقناة التامنة، تتذكر حضرتك؟ كنا في احتفالية في متحف النوبي وكان طبعا احتفالية كبيرة جدا، وكان أول ظهور حقيقة يعني في التسعينات. جيت معانا هنا برضو في الاستوديو وقدمت لنا مجموعه من الاغاني مع الفنان الجميل رحمه الله عليه فنان حمزه علاء. طيب نبدا بقى المشوار، بقى نقول بدايته كانت فين قبل المتحف النوبي بالنسبه لي انا؟ يعني بالنسبه لحضرتك يعني زي اي حد نوبي، طفل نوبي بيدندن بعشقه الفن. بس انا اتربيت في البلد في توشكا هنا في نصر النوبي. فالبيت الثقافه كان فيه عود. خالك؟ لا، كان في عود. كان في عود. في عود. فمدرس الانجليزي اللي كان مدرس لي في اولى اعدادي هو نفس اللي كان بيعلمني العود في بيت الثقافه. من هنا بدات الحكايه. بس انا حبيت العود من خالي طبعا، خلال حمزه. كنت بشوف صور ليه في البيت ماسك عود، آلة موسيقية ما كنتش اعرف يعني هي دي. كنت صغير بقى خالص يعني في سته ابتدائي مثلا. دي البداية. بعد كده رحت القاهرة مرحلة الجامعة بقى فدرست في معهد الموسيقى العربية وعملت حفلات بقى فين؟ في المسرح المكشوف في الأوبرا. كانوا بيعملوا حفلات للشباب الصغير لسه طالع يعني. كان أستاذ محمد سالم يعني فقال تعالى هات كاسيت فيها أغانيك ونجرب حفلة. لو نجحت يعني. فحفلة جرت وراها 30 حفلة ما شاء الله عليك. نبدأ النيل بيتمشى. دي كانت في احتفالات اكتوبر سنة 2000 تقريبا. 2000 النيل بيتمشى. يعني
الأجمل الأغاني اللي فعلا سمعناها من حضرتك. طيب الفنان الجميل رحمة الله عليه حمزة علاء الدين أثر فيك وارتبطت بيه، مش بس باعتبار أنه الخال، دايما ارتباطي بخالي أو القرابة، سنة القرابة بتمثل نوع من أن أنا بيبقى في سندي في ظهري كده، يعني كان حد بيدفعك دايما للأمام، بيدفعك دايما لأن أنت تقدم كل ما هو جديد. دور الفنان الخال بقى عمل معاه حضرتك ايه؟ هو بشكل مباشر ما ساعدنيش بشكل مباشر، انما بشكل غير مباشر ممكن اقصد يعني عشان تشق الطريق لوحدك. ايوه بس بشكل غير مباشر من ورايا بقى يعني، بيعمل مساعده غير مباشره. ايوه انما قدامنا يعني هي حسسك ان وده الافضل على فكره. عشان تستمر. انما لو هو ماهد كل حاجه طبعا خلاص كده الطريق مش محتاج انا. كان في وقفات في حياة كرم مراد؟ يعني محطات، يعني محطات مثلاً وقفات كانت معاه؟ معاه هو يعني في افتتاح متحف النوبة طبعا. كنت أنا وأخويا أكرم مسكين الضف معاه، وبعدين أول ظهور لينا بنغني في حدث كبير عالمي عالمي طبعا اليونسكو طبعا، الرئيس الدولة قاعد يعني، ف يعني بداية من القمة من زمان طبعا. طب اول ناس على فكره قدمت نعناع الجنينه كان فنان كرم مراد، قبل حتى منير وقبله 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 وقبل. كان ليها يعني شكل تاني ومضمون تاني عن ما تغنى بها الفنان القدير منير. نسمعها منك برضو كده بالشكل اللي انتوا قدمتوه في البدايه، لان انتوا كان اول ظهور ليكم للاغنيه دي من خلال الفنان كرم مراد. صح. في عرض الطول لسورة خدنا بيها جائزة مهرجان قرطاج والله، فكنت بطلع يعني كل مشهد اغني عليه كوبليه. كوبليهات مختلفة طبعا غير اللي بغنيها استاذنا منير. الكلمات مختلفة يعني، هي ولا احنا هو بس الكلمات مختلفة في الكلور كده، مش كلام انا يعني انت عارفة ان انا عجيني دي اكتر من 400 كوبلي. ايوه انا حافظ منها مثلا 20-30. للأسف ان في كوبليات ضاعت يعني كمان. بس من الفلكلور المعروف جدا يعني اللي يعني المنير وغيرها، بس كل مطرب كان ليه طابع خاص يعني. حتى تذكر اسم السوداني برضو لما جه مره غناها، بس غنى مجموعه كوبليات برضو مختلفه عن اغنيه نعناع الجنينه دي. تجار الجمال اللي كانوا بيسافروا ما بين مصر والسودان، فكان ياخدوا الاغنيه من هنا يروحوا يغنوها طول السكه ويغنوها في السودان، فشعراء السودان يكتبوا على اللحن
كوبليهات بمفرداتهم هم، فالتجار ياخدوا الاغنيه ويجي يغنوها فين؟ في مصر وهكذا يعني. طيب ايه رايك بقى لو نروح لاجمل اغاني ريحه خبيز امي؟ احنا شهر مارس ده شهر عيد الام واحتفالات بقى وبتاع وحاجات كتير. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا جميل. احنا بنتكلم على نجم التراث الحقيقة، يعني ما شاء الله عليك. والاغنية دي جميلة، كان نفسي تطول شوية معايا برضو، يعني ما عرفش طعم الشاي. لا ليها كلمات الحقيقة يعني جميلة. انا برضو عايز اقول للسادة المشاهدين ان بكرة في حفل الختام للسمبوزيوم اللي بيقام على أرض أسوان، وبدعوة كريمة من وزيرة الثقافة للفنان كرم مراد اللي هيحيي حفل الختام للسمبوزيوم غدا إن شاء الله في هنا في أسوان، وهيقدم لنا الحقيقة مجموعة جميلة جدا. ياريت كل السادة المشاهدين اللي عشاق فن السمبوزيوم بكرة وعشاق برضو كرم مراد إنهم يروحوا، هيستمتعوا بليلة نوبية جميلة جدا على أرض الذهب. بكرة هيتشارك بأغنية جميلة عاملها مخصوص للسمبوزيوم. هي أغنية بتاعتي قديمة بس متوافقة مع الجو بالسمبوزيوم. بس هي موجودة معاك من زمان، يعني مش مقدمها مخصوص من زمان، بس أنا اخترتها عشان أتكلم عن حابي والنيل والجرانيت. أنا شايف إنها يعني مناسبة للحدث. بعدين الحفلة هتبقى في متحف السمبوزيوم في شلال. بعدين انا بشكر طبعا مع الدكتوره نيفين كلاني وزيره الثقافه الحقيقه اللي قعد بدعوه، ودكتور هاني ابو الحسن اللي هو مدير الصندوق اللي هو كلمني يعني. فالاغنيه اسمها طاووس، فتخيلنا ازاي في المصريين القدماء والفراعنه واحد بيغني لحبيبته بمفردات فرعونيه يعني. نسمعها بقى. ماشي يا طاووس في الضلمة فانوس، والشمس مكان ما الخطوة تدوس، تنزل وتبوس تنزل وتبوس، لو سرك سر وفاح أو نخلك نخل وراح، هطرح لك أنا أبنوس حنة وأبنوس. أنا جايلك حبيبي على الجرانيت،
بالدنيا نجوس، الدنيا نجوس في المشي طاووس، في الضلمة فانوس. في المشي طاووس وفي الضلمة فانوس. الكلمات دي كلمات مين؟ أحمد مرزوق، هو من هنا من أسوان. من أسوان. ملحن أخويا أكرم مرار. معظم الكلمات اللي بتبقى يعني خاصة بحاجات معينة، بأغاني معينة، بتحب ان يكون من الشعراء من أسوان ولا مش شرط يعني؟ وتقريبا كل اللي كتب لي أغاني لحد دلوقتي كلهم من الجنوب، من هنا يعني، من أسوان. من هنا ونازل والله. يعني مثلا على سبيل المثال يعني أغنية تانية مثلا ما كانتش من أبناء محافظة، مش من نوبي. يعني ايه، مين كانت أغنية ايه؟ لا ما فيش لحد دلوقتي، كله كله يعني النيل بيتمشى من محمد العسيري، من السواج، او من هنا من تبعنا يعني. ففي بيحصل في ارضيه نفسيه واحده. ايوه عشان نحس بعض يعني. اكتر حاجه بتمليها ايه في الاغاني؟ يعني احنا سمعنا ريحه خبز امي، سمعنا انت وسمعنا النيل بيتمشى. في حاجة بس يعني فيها كده بعض المشاعر خاصة بيك، يعني ايه تفتكر ايه؟ ممكن يعني قبل ما نعمل اخر اغنية اللي هي الختام بتاعت ماريا، يعني اخر حاجة يعني مثلا غنيناش بالنوبي يعني. فجكي ولا كنزي؟ انا فديكي. يعني مثلا في اغنية للخالي حمزة بالنوبي خالص، جي لنا النور، انا بحب الاغنية دي يعني. طب نسمعها. عامل ارتباك ما بين نوره في اللغه النوبيه الظل، ونوره واحده بيغني لواحده اسمها نوره، فبقول لها فاكره يا نوره لما كنا قاعدين في ظل شجره السيسبان لما قلت لي بحبك. يعني اغنيه عاطفيه يعني. طيب مش ممكن نبقى قاعدين وبنتكلم على الراحل الفنان العالمي طبعا حمزه علاء الدين، بنتكلم على تاريخ من التراث النوبي والفن النوبي. لو نتذكر اجمل اغانيه الفنان حمزه علاء الدين، يعني الحقيقه لو رجعنا كده بشريط الذكريات والاغاني اللي غناها في المتحف النوبي وقت افتتاحه، كانت قدم مجموعه كبيره جدا الحقيقه. لو نتذكر اغنيه ممكن نفكر ساده المشاهدين بيها طبعا، يعني في اغنيه اسمها رسام يعني كان بحبها وزير الثقافه السابق الفنان فاروق حسني. تتعلم ويقولوا
الحقيقة طبعا يعني فعلا سعدنا بوجودك معانا فناننا الجميل ابن النوبة وابن التراث وابن محافظة أسوان فنان العالمي كرم مراد، نشكرك شكرا جزيلا. بس قبل أنا عايزة أختم مش ختامي العادي، عاوز أختم بأغنية برضو من اللي هتتغنى بكرة في حفل الختام لمهرجان السمبوزيوم، هي أغنية ماريا الحقيقة من كلمات شاعر أسامة الخياط من الأقصر برضه. فأنا قبل ما أجي أنا شفت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، فشفت فيه أغنية عاملين ميكس ما بين الترانيم الكنسية والأغاني الإسلامية. طب أنا قلت ما أنا عملتها من زمان يعني. هي المارية دي يعني. في مارية. احنا الحقيقة نسمع الختام أغنية جميلة، أغنية مارية من الفنان الجميل كرم مراد، ونشكره شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة، وإن شاء الله بكرة يكون حفل جميل ويبقى حفل ختام رائع بقيادة طبعا الفنان الجميل ابن النوبة الفنان كرم مراد. شكرا جزيلا ليك يا فناننا، ونختم بسماع أغنية مارية.